وقال تعالى مبينا صورة أخرى من صور ضعفهم، قال له دعوة الحق أي دعوة التوحيد، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. بين عز وجل أن من يدعو غير الله عز وجل مثله كمثل العطشان، يأتي إلى البئر ويضع يده عند حافة البئر لكي يأتي إليه الماء فيشرب منه، فمن كانت هذه حالته ماذا يعد؟ يعد مجنونا، يعد أحمقا. فكذلك من يدعو هؤلاء المعبودين شأنه كشأن من وضع راحته عند حافة البئر لكي يصل إليه الماء. ولذلك ختم الآية بقوله وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وهنا عندنا قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله فهم ضالون، وكذلك دعاؤهم كما في هذه الآية يكون في ضلال وذهاب وخسران.